أهلا بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي لايف مع أسامة، دائما معنا كأسبوع الماضي بدر الغماري. أهلا بك بدر. مساء الخير أسامة، مساء الخير للمشاهدين الكرام. بحال اللي علمناكم بها في يعني برنامج حلقة اليوم، عندنا 6 ديال المواضيع. عندي كل موضوع بين 3 و5 دقائق. نبدأ بالوداد، يبقي حدوده وافرة للتأهل إلى الدور الموالي لكأس محمد السادس للأندية العربية، خصوصا أن الوداد عاد بتعادل إيجابي من قلب أم درمان. 7 أندية من الصفوة أوت في الكأس، 4 منها ضد فريق قسطنطين الثاني، وهذا هو الموضوع الثالث. الرجاء، بركان خريف، قوا بني ملال. الموضوع الرابع هو بانون، هل هو مخطئ أم يلتمس له أو تلتمس له الأعذار؟ فيها النقاش. يعني الفقرة الخامسة خصوها الجعواني. الجعواني خارج أسوار النهضة البركانية بعد مباراة واحدة وإقصاء ضد شباب التسخين فرابي الضربات الترجيحية بعدما كان الفريق البركاني منتصر 2-0. ونهيو حلقة اليوم بالميركاتو الأوروبي اللي تنتهي اليوم ببعض المفاجآت. بين كل فقرة وفقرة أنخصها يعني 3-5 دقائق ونقطعوا كيف ما كانت في نهاية هذه الحلقة كالأسبوع الماضي. أن نحلو لانتين ونحلو الهاتف لكل الناس اللي باغين يشاركوا معنا. نبدأ بأول فقرة، هي الوداد والتعادل الإيجابي بقلب أم درمان. واحد الواحد في أم درمان نتيجة مهمة للوداد، نتيجة يعني رغم أن الوداد كان منهزم بواحد الصف منذ الدقيقة 4، ضيع ضربة جزاء ورغم ذلك فاز، عاد المباراة، جاب ضربة جزاء أخرى وتعادل، وكان عنده فرص باش يفوز في قلب الخرطوم. كان هني فريق الوداد انا على هذا الانجاز هذا وعلى هذه النتيجه. كنظن ان داك الشيء اللي وقع لهم في الصيف يقدروا يبدلوه من حاجه اللي تبان سلبيه الى حاجه ايجابيه في العقليه ديال اللاعبين، في الكومباتيفيتي ديالهم. انهم دابا كنظن ان الفريق عنده واحد لا بوسيبيليتي انه يكون بلو كومباتيف ويفكر في الكره في الميدان اكثر من خارج الميدان. دونك يمكننا نقولوا بان الوداد يعني خطا خطوه مهمه نحو التاهل. كنقولوها بدون خوف، رغم ان الكره تتبقى الكره، ولكن الوداد ولكن راه هما بالنسبه لهم راه هذا الهدف هذا غيكون عنده واحد لا فالور كبيره، فالور كبيره في الكاليفيكاسيون. نعم، بعض المرات يمكن الصوت ديالك ما تيجيش مزيان عند الناس. سي محمد بلامين سول بزاف مرات على محمد امين. انا محمد امين خويا قررت هذه السنه نخصص فقط للبرامج ديالي خصوصا في هذا الوقت، لان حميد امين تيدوز مع 8:30. انا قررت ندير برنامج يومي، اي بدا في استوديو احسن من هذا ابتداء بعد بدايه البطوله. اليوم تنديروا اللايف من المنزل يومي في نفس الوقت، فلهذا ما يمكنليش نمشي عند انسان اخر. ندوزو للموضوع الثاني، هو اقصاء 7 فرق في كاس العرش في القسم الوطني الاول. بعد تشوف القرعات يبان لك بان القرعه كانت سهله، ما كانش مباراه صعبه غير مباراه اولمبيك اسفي مع الدفاع الحسني الجديدي، الوداد مع الجيش، حسنيه اكادير مع برشيد، الفتح مع الوجده. يعني هادو هما الفرق اللي تلاقاو بيناتهم بريمير ديفيزيون، ولكن رغم ذلك 7 الفرق طاروا، 4 طاروا مع الدوزيام ديفيزيون. يعني المفاجآت في الكأس تكون واضحة، تكون كاينة، ولكن بهذا الكم تنظن بزاف، خصوصا وان الرجاء وبركان اللي كنا نشوفوهم قمة ديال تمن عشر النهاية كأس افريقيا كأس العرش بجوج تقصاو. انا كنظن ان هذا الاقصاء هو يعني دليل العمل البدني، يعني لا بريباراسيون فيزيك ديال لي زيكيب ديال القسم الوطني الاول اللي كانوا في هذا الصيف هذا كيوجدوا الموسم ديالهم، وجاتهم هذه المباراه هذه
فواحد دونك هذا البروغراماسيون ديال الكوب ايرو لا لا بروغراماسيون ديال الكوب بالنسبه ليك لا شارج ديال الفرق اللي خدموا كثر هي اللي جالات واحد فرقه بريمير ديفيزيون كاين الرجاء لعب الكاتريم لعب ثروازيام ماتش اوفيسيال كوميم واخا هكاك راه هما عندهم موسم طويل وعندهم المباريات كثيره ومازالين في لا بريباراسيون بحالهم بحال فرق ديال القسم الوطني الاول في بلدان اخرى. بكل صراحه انا درت حليت التليفون جبرت بان الكلام زعما باين مزيان فالناس اللي ما نعاوش نديها في الناس اللي تيقولوا الصوت لان الصوت ممتاز ديالكم ولا ديال الجينيراتور ديالكم ولا ديال البي سي زعما الصوت ما كاينش مشكل دونك الرجاء بركان خريبقه وبني ملال اللي تقصوا مع بريمير مع الدوزيام ديفيزيون تناقشوهم في الجزء الثالث ناقشوا دابا الفرق الاخرى اللي تقصات عاديه تنظن مولي دوجدا في رباط نتيجه عاديه رغم ان الفتح مسجل في الدقيقه 87 اصابه رائعه ديال الاخ الاكبر الجعيدي اخ الاكبر الجعيدي اللي بان لي احسن من الجعيدي اللي كنا تندويو عليه في برشلونة هناك اقصاء ديال برشيد في اكادير ما فيش حشومه لا عادي النتيجه اللي شويه مفاجئه وما يمكنش نقول مفاجئه 100% هو الديربي ديال عبد الدكال اللي نهاته جديده بانتصار في قلب اسفير غير ان اسفير كانت لعبت بلا جمهور دونك ثلاث نتائج فيهم ما يتقال هاد ثلاثة نتائج كنظن ان الافونتاج كيكون ليكيب اللي كتستقبل يعني لو تيران كيلعب واحد الدور كبير في هذا المستوى هذا خصوصا فاش كيكونوا جوج فرقين اللي المستوى ديالهم قريب تقريبا كنظن ان الجمهور كيلعب واحد الدور على حساب جو سي شي مقابلات ما مشاش لهم الجمهور حيت كل واحد مازال في العطله ولا هذا وهذا البرنامج اللي دارت الجامعه ماشي في صالح يعني الفرجه ولا شي الكاس خصها تكون في نهايه البطوله في نهايه البطوله تكون تبدا في وسط البطوله وتكمل في نهايه البطوله بحال جميع دول العالم خريبقه نناقشوها في الجزء الثالث لان نناقشوا الفرق بربع اللي تقصص مع فرق القسمتين الثاني النتيجه اللي شويه ما كانش منتظره هزيمه اسفي امام جديده في اسفي هزيمه وجده في الرباط وهزيمه برشيد في اكادير بالنسبه لي نتائج عاديه يمكننا نزيدو بان هزيمه الوافد فريق من الهوات الوافد اللي لعبت هي الفينال العام اللي فات مع البركان بجوج اطارو فالوافد كانت منتصره تقبل من نهايه المباراه بدقائق تقصات ولكن اقصاء الوافد مع تواقه ماشي شي سوربريز كبيره لا ماشي سوربريز ولكن زعما هما الوافد مشاو واقيلا بواحد الفكره ان كانت مقابله سهله وما ما خداوش القيمه ديال الخصم رغم ان تواقع ربحات الماس في جوان دونك ربحات الماس تبعتها بالواف ربحات فاس كامله ندوز الجزء الثالث اللي نخصو الفرق اللي فازوا بحال واتزم اللي استقبلت في الميدان ديالها ربحات مع قسم الثالث لا شيء عادي لا زعما لا ما كاينلاش تكلموا عليها بكل صراحه تتكلموا على النتائج اللي خروج في القسم الاول يلا بدا الموسم المفاجات هما خروج الفرق ديال القسم الاول نشوفوا الجزء الثالث اللي خصو الفريق خصو الاول الهزيمة القسم الوطني الثاني الجزء الثالث مادة الحلقة اللي نخصو الهزيمة الكبيرة يا دراجة في الميدان ديالها امام من هضرة الزمامرة واش راجع ما تفكرناش بزاف الهزائم في الدار البيضاء مع فريق في نفس المستوى يعني ماشي المرة الاولى ماشي الثانية ماشي الثالثة ماشي الرابعة ماشي الخامسة واش لهذه الدرجة اللاعبين دراجة ويعني المخيلة دراجة يعني لا ميموار كوليكتيف دراجة تتنسى بحال هاد المباريات هذا هو المشكل ان لا اللاعبين ولا الجمهور ولا يعني المدرب ولا المسيرين مشاو بواحد الفكره ان المقابله كانت شيء ما سهله وفي متناول فريق الرجاء اللي زعما كنشوفوه في بعض المقابلات بحال المقابله ديال بيتيس سي في حاول انه يرفع المستوى ديالو للمستوى ديال بيتيس سي في وبعد ذلك فاش كيكون الخصم عنده المستوى ضعيف كيبغيو يمشيو معاه في معال المستوى ديال المستوى ضعيف ماشي ضعيف انا نقول لك علاش ما تنطقش معاك في المستوى لا ماشي انا المستوى انا خطات في اللاعبين ديال زمان راه نقول لك لاعبين زمان راه لاعبين لا تشوا عندك الحق الباكي راه لو جو لو بيز اكسبيرمونت البحري الباكي المطي يعني جابوا دي جو انا كنقول ان الفريق ديال زمان راه كان في متناول الرجاء يعني كنظن اول مره في التاريخ ديال زمان راه انهم ربحوه في المركب
ما كنظنش ان لا حاجه 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 مزيانه لازم امرا، ولكن الرجاء كان كانت المقابله في المتناول ديالها. ولكن ما كمل يعني التركيز ديال اللاعبين ولا الطريقه باش هما بداوا المباراه كانها يعني مربوحه قبل ما تلعب، مربوحه في الورق. هذوك الكل الذي تيتيغ الهزيمه كله الكوليبالي، واش منطقيه؟ لا لا ماشي كل صراحه شي هدف ثلاثه. يمكن يمكن كوليبالي يناقش على الهدف الثالث رغم انه لعب لو جو، ما كاينش على خويا اللي ما تبعوش هذه العقليه. هذه انا ضدها، ما كاينش لا ريسبونسابيلتي انديفيديوال في الكره. الهزيمه مسؤوليه الكل، ماشي راه الواحد يهرب من المسؤوليه ديالو، لا من جميع اللاعبين. حيت المهاجمين ما ماركاوش، ومدافعين دخل لهم الاهداف، وسط الميدان ما كانش بالعمل ديالو. مسؤوليه جماعيه، الكره ماشي بحال التنس ولا شي بركان كتلعب بحال 2-0 ما بقاش شيء، بقاش جوج بقاش بيلانتيات. انا كنظن ان عياو بركان صافي داك هي بروبليم دو شارج. عياو عياو ولا داو الماتش في جيبهم بغاو لي دو. ولكن انا فاش تفرجت في المقابله شفتهم ان كان تعب تعب في 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 لي جامب ديالي. حتى بركان ولات كتشوف بعيد، ولات كتشوف واحد المستوى اللي ما بقاش قدها البطوله، وعنده طموحات افريقيه، وهذا يعني يعني لا بريباراسيون فيزيك كتكون مبنيه على لي زوبجيكتيف ديال الفريق. مع كل الاسف داك اللي دار لا بروباسيون فيزيك تمت اقالته اليوم. سنتكلم على هذا في الجزء الخامس، لان خليناه جزء واقف كله اللي دمعي. هزيمه خريبكا في تشيره بضربات ترجيحيه، وهزيمه 8 من الفراك يمكن نقولوا عاديه شيء ما، يعني ما مقابلات اللي زعما كتبين بان هاد بدايه الموسم ما كاينش لي زوتوماتيزم بحال في وسط الموسم، والفرق زعما طاحوا في واحد لا كونفيغوراسيون اللي صعيبه عليهم باش يلعبوا بالبوتنسيال كامل ديالهم. هاد لاضات ديال كاس العرش. ولكن من بعد تخسر مع التشيره اللي كتطلع من الاول بينانتيات في بلادها، زعما ماشي شي لا حاجه عادي. ومن بعد تخسر انت بني ملال، طلعتي ولعب مع الراك اللي كانت معاك من الاول، وزيراتك بني ملال، سي دي نتائج. ما كاينش شي فرق كبير في هاد الماتش بحال هكا. لا ما كاينش. ندوزو الان للجزء الرابع اللي يكون فيه القيل والقال، الجزء ديال بدر بنون. وقبل من قبل ما نتكلموا على هذا الموضوع، لا بأس ندوزوا واحد يعني الفيديو على بدر بانون. الفيديو على بدر بانون شنو وقع، ونرجعوا نتكلموا بكل اريحيه. عرفت بان منذ ان درت هذا الفيديو البارح توصلت بزاف الناس يحتجوا عليا علاش ندوي على بدر بانون. ما يمكنليش نشوف بحال هكا، انا حيت نبغي بدر بانون بزاف ندوي عليه. سنعود بعد قليل. منذ أمس السبت وكل متابعي كرة القدم في المغرب يطالبون مني أن أخذ موقفا مما فعله بانون بالجري وراء الحواصلي. مع كل الأسف أنا لم أرى المباراة ولم أرى الفيديو البارح. اليوم مع تفحصي الفيديو وكيف ما كانت يعني كان ما فعل الحواصلي دنيئا او غير رياضي، فبانون اولا كلاعب للمنتخب الوطني الف والمنتخب الوطني المحلي قلقا يكون عميد المنتخب الوطني المحلي، ليس له الحق بتاتا في هذا التصرف. بانون السنة الماضية اضاع اكثر من 9 مباريات بسبب تصرفات مشابهة. كنا نطلب الله باش يكون بانون دار عقله هذا العام، وعرف بأن المستقبل ديالو رهين بتغيير سلوكه. مع كل أسف بانون بهذا التصرف جعلنا نشكك في المستقبل. بانون لن يكون لاعبا كبيرا إلا بسلوك كبير، كيف ما كان الحال أدين يعني بدون مناقشة هذا التصرف ديال بانون كيف ما كان التصرف القبلي ديال ياسين الحواصلي. انا بكل صراحه قبل ما نعطيك الكلمه بغيت نتكلم شويه، اسمحتي لي تفضل. نمشي معاك للريزونمون بار لابسورد، نحسبوا بان داك ياسين الحواصلي سب بانون، استفز الجمهور، دار هادشي كله اللي ما شفناش، ولا تنتقوا بالناس، لان كلشي قالوا الناس كانوا حاضرين قالوا هادشي. واش يعقل بان عميد المنتخب الوطني المغربي المحلي، لاعب اللي الكل تعول عليه باش يكون في المنتخب الف والكل يطالب به، يوقع له بحال هذا الفيديو اللي شفتي عندنا بعد؟ كل صراحه بغيتي الجواب ديالي، بغيتي الراي ديالي دابا. انا بغيت الجواب. انا كنظن ان
اولا خصنا نفسرو للناس اللي شافوه كيجري بحال هكا على اللاعب شنو وقع. دابا هذاك الحارس ديال فريق زبامره سب الجمهور على حسب ما تقال، استفز الجمهور، لاح الكره استفز الجمهور. بانون ولاعبين اخرين ديال الرجاء بغاو ينتقموا منه. انا كنظن ان الحاله النفسيه ديال بدر بانون في هذه اللحظه هذه انا كنظن انه كان يعني منحط من الهزيمه وما رضاش ان يوقع بحال هذه، هذا الشيء عادي. ولكن بان انت يعني هذا البراسار ديال انستيتيوشن ديال الرجاء البيضاوي العالمي كما قال العام، ولكن هو الكابيتان غير يعني هو لو كابيتان. انا شفتو العلاقه اللي عنده مع الجمهور كبيره، راه هو جوور سوبورتير. ولكن ما تنساش ان جوور سوبورتير اولا راه جوار يعني كيحمل القميص ديال الفريق، كيمثل لي فالور ديال واحد الفريق. واش هادو هما لي فالور ديال الرجاء؟ واش هادو هما لي فالور اللي كيمثل بدر بانون؟ كان اللي كاين الطموح ديال المغرب تقريبا كامل كيبغي بدر بانون باش يشوف واحد المستوى اعلى من هذا، حيت عنده كرويا واحد المستوى يعني واحد قال لك، واحد قال لك ميسي خرج بحمراء، ميسي خرج بحمراء حيت لعب مع الاربيت. لا لا كاين فرق. شوف كسوسوا ميسي واش مثال زعما سي ان اكزامبل، باش حيت ميسي دار واحد الحاجه اللي خايبه نديرو بحاله وديرو بحال اللعابه اللي مزيانين اللي ما عمرهم، كاين دي جوغ اللي ما عمرهم خداو حمراء في التاريخ ديالهم، ما مثلوش اي رجوي. ما مثلوش خدوا عبد اللطيف جريندو لنفريد شو شخصيات طارق القرقوري، هادو الشخصيات اللي خص بدر بانون يتبعهم، ماشي يتبع ليا واحد اللي يقول لك وا فلان خدا حمراء صافي سا اكسكوز كلشي. راه هذاك الفريق اللي كتمثلو السي بانون راه عنده واحد المستوى وعنده واحد التاريخ وعنده واحد اخلاق اللي كيمثلو الجمهور كامل. الا هادو كانوا الاخلاق اللي انت كتمثل راه ماشي هما الاخلاق ديال الرجاء البيضاوي. وكنظن ان حتى الرئيس جواد زيات ولا جميع الطاقم ديال الفريق رجاء البيضاوي ما غاديش يبغي يشوف الصوره ديال الفريق بديك الطريقه. راك ماشي جمهور السي بانون، راك انت لاعب ديال رجاء البيضاوي وخصك المنتخب المغربي ديال المنتخب وخصك تمثل باحسن ما يرى. ولا واحد سبك في ديك الحاله هذه انت كون اذكى منه، حيت هو راه بريد اللي كان الا جا وسب ولا دار شي حاجه. خصك انت تمشي وتوريه انك انت عندك اخلاق اللي هو ما عندوش والمستوى ماشي هو بحال بحال. ابتداء من البرنامج اليومي اللي يكون البرنامج في الاستوديو، يكون كل واحد عنده ميكرو كرافات، راحنا تنديروا كل ما في جهدنا باش انفيستيو وباش يولي عندنا برنامج بحال يوم مستودع من اليوم من الاثنين الى الخميس في 26 دقيقه ديال النقاش مع ضيوف، ونحلوا لونتين اما من بعد ولا نديروا لافتر حتى الدار الليل على حسب الناس شنو باغين. المهم في وسط هذاك كما كان الحليب اللي بين قوسين، سي بدر الغماري رجاوي ماشي ولادي، اي بين قوسين وما نظنش شي رجاوي لا ما بعقلو يقدر يدافع على ما دار بانون. لا لا كل صراحه الا دافعتي عليه كدافع على شي حاجه اللي ما صالحه لا الفريق لا ليك لا ليه هو، حيت الا قلتي لي هذا الشيء اللي درتي مزيان غدا غادي يخرج على الفريق في شي موقف اللي صعب ويقدر يخرج حتى المنتخب. كنطلبوا منه الحارس انا تنعرفو مزيان ودار الحماقات فين ما مشى، وكما كان جي الحماقات راه من احسن حراس المغرب، حارس ممتاز ياسر الحواصي، ولكن اكل الحارس راه ما في منتخب ما والو. الحارس راه واش بانون هو اللي كيدير العمل ديال القانون ولا ديال فريق الرجاء ولا ديال الجامعه؟ راه بانون لاعب، كاين لا ليغ، كاين لا فيدراسيون، هما اللي يقوموا بالعقوب على هذا اللاعب بلا سانكسيون سي تو، صافي كل واحد بلاصتو. ندوزو للجزء الخامس اللي نخصوه لإقالة المدرب منير الجعواني. سنعود منير الجعواني فاز بكأس العرش الوحيدة في تاريخ النهضة البركانية. منير الجعواني دا نهضة البركان هو مدرب، يكون عنده الفرقة، يكون عنده لاباكوجو، يكون عنده القجاع، هذا شغله، ولكن هو المدرب لان اللي قبل منه كان عنده ماشي كله ما داروا حتى حاجه. دا نهضة البركان نهائي كاس افريقيا وخسر بضربات ترجيحيه، رغم انه بين المباراتين كان احسن من الزمالك، واقولها واعرف ما اقول. منير الجعواني ما بغاتوش النهضة البركانية ولا بدلها بان الموندا ديالو سالا، ما بقى له ما يعطي الفريق مزيان. في ثاني الموسم اجا منير تاول الفرقه، كنتي اجوان دو فوا في الاولى تروا في الفرقه، عطيناك الفرصه، انت مدين لنا بالفرصه وحنا مدينين لك بالنتائج.
دابا نبقاو هذاك ونجيبو مدرب لا يدير الميركا لا يدير الميركاتو يعني يدير الانتدابات ويدير ويدير سميتو الترافي فونسي يعني السيادة ديال الموسم. لا ماشي هادشي اللي دار منير جواني ولد الانتدابات منير جواني ولد العمل كله. تيجي الاول مباراة في خنيفرة اللي كان رابح فيها بجوج زيرو تيتعادل ويخسر بيلانتيات. لا سي منير جواني الله يعاون مزيان. واحد السيد قال لي لا بركان مابقاش رئيس ديال القجاع. نو نو الرئيس الحقيقي هو القجاع ماشي رئيس حقيقي رئيس شرفي لو فري بريزيدون هو القجاع واخا ما يبقاش القجاع هو الرئيس. ليماج ديال القجاع راه سي بركان ليماج ديال بركان سي القجاع لا ريوسيت بركان سي القجاع. شمن نموذج تيعطي رئيس الجامعه للرؤساء الاخرين بإقالته مدربه بإقالة المدرب ديالو بعد مباراة واحدة لكأس العرش خسرها بضربة ترجيحية. شمن موديل حيت رئيس الجامعة راه ماشي فقط رئيس الجامعة راه موديل راه تعطي موديل فريق اخرين شنو يديروا. كيفاش ننتقدوا مسير هاوي كيفاش ننتقدوا مسير مقاريش اللي تيجي على المدرب ديالهم بعد البريمي ماتش في لاكوب هو رئيس الجامعة لأنه هو القدوة هو رأس الهرم هو السوميد لا بيراميد تيدير نفس الشيء مع الجواني اللي دا هذه 3 شهور الفينال ديال كوب لاكاف. سي با ان موديل جو ريغريت سي با ان موديل سي با الموديل كيف فالي دوني. هذا ماشي نموذج السير قجع. حنا ما متفقش معاك ماشي حيت تندافع على الجواني. الجواني دار سميتو الجواني رئيس في الكره المغربيه احب من احب كريم كريم. الجواني لعب 20 عام في الكاك لعب مع الكرون كاك ماشي وترينا وترينا ودار لي ميور ريزولتا دو ليستوار دو بركان جوسكا نوفيل اورد. لي شيفر سون تيتو. ما يمكنكش تجي واخا انت اللي داك تجعواني ما يمكنكش تزولو بعد ماتش في ديبي دو سيزون. لا يعقل لو موديل فوسي. هذا عبث وتنقولها بكل بزاف الناس عرفتي الحماق من كتبت هذا الشيء بزاف ديال البراكنا بزاف الناس واش عندك شي مشكل مع انا اليوم بغيت نقولها رسميا انا عندي مشكل مع جميع المدربين وجميع اللاعبين وجميع المسيرين المغرب حيت خدمتي هو انتقاد. دونك الا كان شي واحد يكون صاحبي ما نتقدوش ما بغيتوش يكون صاحبي. ويا كان شي واحد خصو تا يكون عندي مشكل مع شخصي عاد نتقدو ما عنديش مشاكل شخصيه لا متشوف الناس بزاف انا دونك ما نتقد حتى واحد. وفي التالي انتم لا تقولوا السي اسامه ماشي معقول كيف استفادوا هاد الصحافه بيع الماتش والله انت نتقدو واش عندك مشكل مع ما 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 ما. انا عندي مشكل من اليوم مع جميع المسيرين المغرب مع جميع اللاعبين مع جميع الحكام ومع جميع المدربين. متفقين؟ انا متفق معك. تفضل اسي. كنظن ان هاد لا ديسيزيون ديال فوزي القجع عصبيه ما كنظنش انه فكر يعني باش يعني يحيدوا الجعواني في هذا الوقت قبل هذه المقابله. وهو راه قام بالميركاتو قام بالتدريب وقام كل شيء ودار واحد العمل اللي انا يعني صراحه من هذا المنبر كنحييه. وانا فات لي خدمت مع السي جعواني في قنيطره في الوقت اللي كان اوسكار فيلون. انا كنت مساعد ديال اوسكار فيلون وكنعرف ان السي جعواني سي ان غون باسيوني ديال الكره وكيدير نيتو وكيدير قلبه وكيدير دمه مع الفريق اللي كيخدم معاه وعنده واحد الاحتراف يعني العقليه احترافيه. وكنظن ان من احسن المدربين في المغرب. وكنقول ليه بان هذا لو فيت باش خرج من بركان كان يعني بالنسبه ليا الفرصه باش يمشي لواحد الفريق اللي احسن في المغرب ولا خارج المغرب حيت عنده لا كاباسيتي عيطوا له فريق ينجح مع كل اسف هذه السنه ما عندوش حق يدير بريمير ديفيزيون لا يقدر يدرب خارج المغرب. انا كان 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 جو لو كونساي باش يمشي يقلب على شي الى القدر يلقى شي فرقه خارج المغرب راه احسن له حيت عنده الامكانيات باش يمشي بعيد زعما صراحه. وكنظن ان غلط كبير اللي دار السي القجع يعني ان هذا المدرب هذا اللي خديتيه في واحد الوقت اللي الفريق ما كانش بركان كاع كتلعب كاع معروفه كاع كتلعب في لافريك ولا شي حاجه وصلتي للقمه ديال الكره الافريقيه ولات بركان كتعرف كاع البلدان الافريقيه. وهذاك المدرب هو اللي هز ديك الفرقه ودخل فلوس للنادي ودخل عطاهم واحد الهيبه اللي ما عمر غادي ترجع ليهم كنظن حيت صعيب باش تعاود دير داك الانجاز اللي دار. وانا كنت كنظن انه غادي يكون واحد المدرب و جو برون لو ريسك دو لو دير بحال فيرغسون ماشي بنفس النومبر داني ديالو ولكن زعما ونيفو ديال البطوله وهذا الشيء اللي بغى يدير العمل اللي قام به في واحد الوقت اللي قصير جدا زعما سي انكرويابل زعما الانجاز كان لازم انهم يعطيوه على الاقل احترام
ويعطيه الفرصه انه يغلط. وهذا والمسؤول الكبير، انا ناخذ المسؤوليه ديالي، المسؤول الكبير في هذه الهزيمه هذه هي الجامعه، حيت الجامعه كتبرمج ماتش بحال هذا في وسط لا بريباراسيون ديال لي زيكيب بروميير ديفيزيون. بغيتي هذا الماتش يدار في لي ميور كونديسيون، اجل شويه هذا المقابل. ما عندوش كيفاش يديروا مع كل الاسف كما كان الحال. هذاك الشيء هذوك الناس اللي ندخلوا بدا كل عام رايقي رايقي، هذاك الشيء ما تنديوهاش حتى فيه، لانك بغينا ندوي الفرقه حنا لاباس علينا، لا كنبغي ندوي الفرقه حنا لاباس علينا بزاف. انا ندوز كسم 1200 برنامج ماشي هذا شي واحد. واللي يقول لك هذا الشيء اللي دار زعما الجعواني ماشي انجاز. لا 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 ما عنده الحق يرجع يجري الجعواني من بعد الدوره، عنده الحق بانون يجري على الحواصلي، عنده الحق يبغيوا هذه الصحافه ماشي حنا. القجع عطى ان موفي موديل لي دو ماناجمنت لي بريزيدون دو بروميير ديفيزيون، ندوزو للجزء السادس ولا نخصو الميكاتو ديال اوروبا. انا ما اؤاخذ على ميكاتو اوروبا هو ان الفرق المهيكله المؤسسات اللي عارفه اش دير تتسين حتى لاخر نهار باش 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 دير بعد لي ترونسفير. هاد القضيه عمري فهمتها بكل صراحه. تنفهمها اللي بتي كلوب اللي ما تيكونش عندهم فلوس ما قاديش يشريو وتيبقى لاخر نهار باش ياخذوا شي واحد اللي فرقته بقى تدلل به، ولا حتى اخر نهار باش شي واحد اللي فرقته بغات تبيعوا شي حاجه وما جابش الله تعطي لك فابور تدبر عليه فرق ابتي كلوب. مي ان غران كلوب كي من ايكاردي ا 2 اور دو ميركاتو مازال ما دارش لحد الان ما عرفوش ايكاردي وصل واش اتفقوا ولا ما اتفقوش. اللي تدير نافاس لو ديرني جور دو ميركاتو نافاس باه كان رومبلاسون في فيلا ريال اليوم شايسني في باريس، اريولا صدق ما في باريس. لي غران كلوب بكل صراحه ما تنفهمش الميركاتو في اخر يوم واحد الحاجه واش باش يديروا الحماس ولا شنو. كاين بليزيور فاكتور. اولا الاثمنه طلعت في هاد لي ديرني ميركاتو لواحد المستوى اللي حتى فريق كبير اللي عنده الامكانيات راه حتى هو كتبان ليه ان باش يحط 80 مليون اورو ولا 70 مليون اورو في ان جوغ راه كتبان ليه صعيبه. وعلى اخر 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 زعما اخبار ان ايكاردي راه سينا العقد ديال البري مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان وكنظن ان المشكل كان هو ان مراته اللي هي لاجون ديالو تقول له هذا العام واخا ناخذوا حيت سنيه البرولونغاسيون ديال الكونترا مع الانتر باش بريتاو لباريس سان جيرمان. دونك باريس سان جيرمان ما لوفاش لوبسيون داشا يرجع للانتر وبغى دابا ينيغوسي لو سالير يرجع للانتر. هذا هو اللي كان هذا هو ستانس. هذاك لو جوغ في تيران عنده مستوى عالي صراحه ومن احسن المهاجمين في اوروبا، ولكن بالنسبه للعقليه ديالو ولا الانفلونس ديال المراه ديالو في لاكارير ديالو راه حاجه الى. وانا بالنسبه لي تقداو ليه لي زوبسيون، ما بقات غير باريس سان جيرمان اللي تقبل عليه بهاد لا ميثود، حيت هو كان كيحلم بجوفنتوس وجوفنتوس كيقلبوا على دي جوغ اللي عندهم بروفيل كالم ولي بروفيل انهم ستابل. وهو بيان سور ما بقاوش في كاردي بزاف اون جينيرال اون جينيرال. واش فضلش بان باريس سان جيرمان جاب زغنافاس وكاردي في اخر لحظه لان خلات نيمار بطريقه اللي تعرفوا كنا، لان عندها دو بليسي نوتوار اللي هما مبابي وكافاني، وعندها ماتش مع ريال 17 سبتمبر. دونك الا بونسي بلوس او ماتش دو ريال كوتر شوز، حيت هما القطريين كيفكروا في ليماج اكثر من لي ريزولطا، ستادير بالنسبه ليهم خص داك الماتش اللي غيكون فيه بزاف ديال غادي يكونوا فيه بزاف ديال المتفرجين وبزاف ديال لاتونسيون، خصهم يكونوا واجدين. وبالنسبه ليا الفكره ديال باريس سان جيرمان واخا كيحلموا هما بالتشامبيونز ليغ وداك الشيء، سي دابور ليماج والصوره اللي كيعطيو للفريق ديالهم عدم مجيء نيمار. شكرا في كلمه ميسي غيكعه شي الكلمه اللي كاينه ديال الكلمه اللي كاينه. ما كاين حتى الميركاتو جاك عادي، ما كاين الميركاتو. انا لا كوميم انا جو بونس كو بونو مشى هنيئا البونو واش تدخل ليفانتي خيرونا لا سي في حسن له وستون ايتاب اللي فيها لوروبا ليغ، يقدر يلعب الكوب اوروبيان، يقدر يلعب تيديوها تيديوها وعندهم فريق كبير زعما صراحه مستوى عالي. هذاك لوبيتيغي ستان بون كوتش. كنظن ان الترانسفير اللي عجبني انا هو ديال جواو فيليكس، اللي كنظن ان غادي يكونوا من احسن اللاعبين في العالم، ورغم صغر السن عنده واحد الامكانيات واحد لا كاليتي تكنيك واحد لو جو اللي غتفيد اتلتيكو مادريد بزاف، وغنسمعوا هاد السميه مازال في السنين اللي جايه.
بعد ذلك بون لي ترانسفير ديال دو لايت ودو جون كنظن ان كانوا كنا كننتظروهم بحال وكنظن ان الغلط هو بور لانستون هو ايدين هازار حيت يعني بالقمه اللي تقام على ريال مدريد هو دابا راه مصاب. لا انا كنظن ان هازار عنده مشكل بدني وعنده مشكل حتى نفسي باش يولي لذاك المستوى اللي عالي جدا. فوالا نهيو الحلقة اليوم بدون جمهور، نحلو لونتين الجمهور في الرقم اللي عندكم في لونتين 0-06-63-85-00-70 سنعود. ألو ألو قبل ما نرجعوا للونتين عيط لنا شي واحد الاسم ديال سيدي والمدينه. حسن معك من بروكسل. مرحبا سي حسن تفضل. وتنحييك سي اسامه وتنحيي الضيف ديالك. عندي واحد تعقيب بسيط على الناس اللي تدافعوا على تصرفات المشينه ديال السي بدر بدانون اللي تنتمناوه يدخل المنتخب و هادوك ما تيسيئوا اكثر البانون مغير اي حاجه. الناس اللي خص بحال تصرفات يفولي كونداني دو فورس خص الناس ما تعاش شويه. واش السيد دابا لينفريد جدلا انه دار بلاصتو مع المنتخب الاول واستفزوا لينفريد واحد اللاعب من منتخب اخر وغادي يدير بحال تصرف في المنتخب؟ دونك هذاك لا يعقل. الناس خصها توعاش شويه وخصها وماشي اول مره هذا اللي تذكير ماشي اول مره تيدير بحال هاد التصرفات. خصو حنا تنتظروا منه اكثر وخصو يكون قدوه لا داخل الملعب ولا خارج الملعب. واخا يدير له الحواصلي شنو ما دار ما خصوش يتصرف بذاك التصرف. شكرا. هذا المهم هذه نقطه دوزناها. عندي واحد مداخله واخا خارج الموضوع اذا سمحتي. مرحبا سيدي مرحبا. بالنسبه للتربص الاعدادي للمنتخب شي امل غدا نبداوه خلينا اليوم احداث ديال الويكاند كيما شي امل غدا غادي نعقب على سي جعواني. مرحبا مرحبا. سي جعواني لا يستحق هذا الانفصال بهذا الشكل. لينفريد انه وصل للقمه داكشي اللي غادي يعطي البركان ما كانش يخليوه حتى لدابا يلعب الماتش شويه يقولوا له بسلامه. راه هذا قمه ديال التخلف وقمه ديال الى كان زعما ما فهمتش انا واش السيد دابا دار هو الانتدابات وجد الفرقه وكذا ولعب ماتش وقولوا له بسلامه عليك هذه قمه الاهانه. انا تنظن انا حتى كارتيرون خصو غدا يجمع حوايجه ويمشي بحالاته لحقاش خسرات الرجاء. الا كان خسرات بلادها بك خسرات في خنيفره سي لوجيك خسرات في خنيفره وبعد التعادل وبعد الضربات الترجيحيه ايوا الى السيد هذا وداكشي اللي قدم قبل في نهضه بركان والنهايه ديال كاس الاتحاد الافريقي وكاس عرش صافي. والسيد دابا جا بزاف الناس قال لك منين قلت راه الموديل اللي عطى رئيس الجامعه اللي كلوب ني با ان بون موديل ما عجبهمش الحال علاش رئيس الجامعه موديل غلط دونك حيت هو رئيس الجامعه كان خصو يقول للرئيس الحالي بركان تريت ما خصهاش نديرو. هو الرئيس الفعلي ما كاين لا رئيس لا والو ما هو الرئيس الفعلي هذاك غير صوره ما كاينش. واش دابا تيضحكوا على الناس ولا شنو زعما استقل دابا راه كلشي واضح للعيان. واش دابا زعما رئيس اللي داروا البركان في داك الانتخابات واحد النهار داروا انتخابات انا ما فهمتش. راه هو الرئيس الفعلي ما كاينش. شكرا خويا شكرا وتحيه لبروكسل. شكرا شكرا بارك الله فيك اخويا اسامه وتحيه ليك وتحيه للضيف. شكرا شكرا تحيه تحيه. الو الو وي خويا تفضل. حاول تنقص لك داك النيوديناتو اللي حداك. فوالا المساله ديال سميتك هذا زوير من كان. مرحبا سي زوير تفضل. لود الموديل اللي قلتي على انه نفوز خشاع عطى لي زوتر لي زوتر الرؤساء الاخرين انه ربما
كاين كواليس اخرى اللي اللي من دون الخساره ديال الماتش ديال البارح ولا مارس. وزائد انه كل رئيس هو الموديل ديال راسو في الاخر. لا 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 quand on est président de la fédération on est le modèle de tout le monde. Non soit président de la fédération ou le président de la ligue. لا comme c'est le modèle. المهم الطريقه ديال السير كتختلف من رئيس الاخر يعني. لا نناقشها ولا لم نناقشها. احنا ناقشنا اقاله مدرب بعد اول مباراه ديالو في الموسم. لا ولكن بالاصل انه المكتب ما كيكونش شخص واحد. ربما دابا واش ظن كاين شي واحد في المكتب ديال هذا بركانيه اللي بغى يقيل الجعواني وقالوا بدون اذن ياسين. لا ربما راه وقت مبكر هذا انهم يخرجوا الجعواني في هذا الوقت بالضبط. شكرا خويا. شكرا. هلو السلام عليكم. اي خويا تفضل اخي. هذا يوسف رضا من مراكش. مرحبا سيدي. صافي يلا. لا انا عندي جوله 3 بوان سور تفضل. بانون بالنسبه لي خصو يخرج من المغرب وسيرتو اذا مشى لاوروبا كان احسن من بونون كادري. ما يبقاش في التصرفات ديال لندن ديال في الخارج. نتمنوا له الجعواني ما تنضش فينا هذا اللقاء هو اللي يوقفوا عليه. كاين مسائل اخرى غير اذا تفوه شي كلمات من بعد اللقاء يقولوا بان دار شي حاجه زوينه. ما عرفتش واش عندك شي معلومه على هذا السؤال. لا ما عنديش وما نتمناوش يجي له يجي الكابتن. بس فاصل ما عندوش لو شوا غير الدوزيام ديفيزيون دابا فور لانستون. ايوا ما نكرهوش يجي الكابتن. دونك ديجا انت بغيتي تجري على هشام ادريسي؟ لا ابدا نجري على هشام ادريسي. غير الكابتن خصنا نقاط فورمو كي تخي سوليد دوايت سوليد. سينو جو بريفوا لو بير بور الكابتن. وي مالوزمون جو بريفوا لو بير بور الكابتن باسكو شفت الماتش ديالو لقطات الماتش ديالهم. تبعت كيلكو سيكونس في فيسبوك. تبعت واحد نص ساعه سي فري دو ليكيب ما وقفاش مي اون ديري با لو كوكب. لا اي لا سنترال ديالو جو سي با شكون اللي فيه. وي دونك الحاجه الثالثه هي هذه ديال البلاد. شكرا اخويا. بارك الله فيك. الو السلام عليكم. وي سيدي مرحبا اخويا. الله يبارك فيك اخويا. الله يحفظك كلشي مزيان. الله يبارك فيك اخويا. بغيت ندخلوا واحد المداخله اذا كان ممكن وتسمح لي. مرحبا سيدي. مرحبا. بغيت نتكلم على فريق الرجاء البيضاوي. مرحبا. ناخذ راحتي راه كاين انتقادات. خذ راحتك. انا ما واش عمري منها في الانتقادات شي بلاصه. الانتقادات تكون بالاداب وبالافكار. عمري ما محس شي واحد. لا ما بغيهم. بغينا نقول لهم واش يكونوا كان بغيت نتعقد شي وحدين في كل شهر يترى مخدامين شراجة. نعم تفضل اخويا. مثلا اول حاجه نهضر على الجمهور. واحد الفئه ماشي كلشي. واحد الفئه واحد اللاعبين اللي داعي لذكر الاسم ديالهم العام شي 3 سنين دابا متابعهم كيقول لهم كوراج هذا زيان عاود الدراري ورا بزاف اسامه بزاف. بنادم اصاحبي عطينا اسماء باش نفهموا ونتناقش معك. انا نتناقش معك فكريا. شوف انا ما كنقولش حرق اللاعب. هو خاصهم يتحرقوا من الاخر. ما شوف ما غتحرقهم لا انا لا انت. ماشي حنا اللي كنختاروا شكون اللي كيلعب ولا لا. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء اللي يعني المسؤوليه كتبقى ديال المسيرين ديال الفريق. اما باش تقول لي انت ما كاينش شي لعابه اللي خصهم يمشيو من حقك تقولها كجمهور. هذاك الشيء اللي كاين. هذه الشيء ما كنبغيش كما كيقولوا. ما كنبغيش الحق. كاين عندك سي محمود الحارث راه ما كيعطيش الاضافه الراجل. داك راك اللاعب ديالنا نهضر معاك من اللاعب اللي يفوز راه ماشي حدا الشراش. هذاك اللاعب سي الرحيمي ما كيخدمش. راك تشوف الانسان ما كيخدمش. ما كيخدمش بحال القرايه. انا فرحيمي بن حليب عنده مشاكل ديال اداريه. لا مشاكل ديال بولونجمون كونترا. اما رحيمي عنده فيه اسمحتي لي. رحيمي لافونتاج ديالو تيخدم اكثر من الحق. لا شوف انا كندوي على البوست ديالو ما كندويش حتى فيزيكمون ولا شي حاجه اخرى. لا الخدمه هي داكشي اللي تيدير رحيمي. رحيمي سي با ان بوتور. رحيمي رحيمي سي ان افون سونتر سون بالون. رحيمي جوور ديسباس. هو لا كان كيلعب ايري. لا كان كيلعب ايري كدير دي بون ماتش العام اللي فات. لا ما بقاش عاقل مع هذا الطريقه. جو بونس افيك مالونغو اللي تحل مشكلته دابا 10 ايام ولا 15 يوم.
ما نقول له ولا افونسون دو فورسيمون راح يميل عليه هذاك الشيء اللي كاين والله راه شوف المدرب كيشوف شي واش مساعد واش ما كيشوفش حتى راه واش عنده البديل راه البارح دخل اصلاح ماكابيت واش كان بدا باصلاح انت يعجبك الحال اسمح لي اسامه قاطعك شكرا خويا شكرا 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 الو السلام عليكم وي مرحبا سيدي تفضل كيدير خويا سلام كيدير الله يبارك فيك مرحبا بالميريكان مبروك عليكم السنه الجديده الله يبارك فيك السلام عليكم الله يبارك فيك عندي نقاط دغيا الله يبارك فيكم عندي نقاط الاولى ديال بدر بانون بالنسبه لبدر بانون اي واحد فاش كيغلط في الاول كتقول ماشي مشكل ولكن فاش كيتكرر الغلط كيولي غلط ديال المؤسسه وكنظن ان كاع المؤسسه بالخصوص جوج النوادي الكبار وديال الدراجه شويه كيخافوا من شي واحد اللي عنده واحد الجماهيريه كبيره فريق شاش ما كيقدروش ياخذوا مع واحد الاجراء اللي هو صارم باش الغلط ما يتعاودش يتكرر. الحاجه الثانيه ديال الجواني انا كنظن الجواني اللي تذكرتي معايا العام اللي فات فاش بقى لك كانوا يلعبوا مع الوداد في كاس العرش كان هذيك الساعه كنت تقصى كان غادي يجريوا عليه. كنظن انه الفوز ديالو وانتصار ديالو في كاس العرش هو اللي مدد الاجل ديالو مع الفريق البركاني. وكما كلشي كيعرف انه هاد نورمالمون الا كنتي باغي تصيفطو تصيفطو في الاول ماشي حتى تبي الاستعدادات وتجيب اللعابه باش تصيفطو دابا. بصح متفق معاك ايوا هادشي اللي شكرا خويا شكرا 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 شكرا, 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 شكرا جزيلا. كما كان الحال الواقع ان التدخلات في المستوى الكبير وانا تنفرح فهاد الاسبوع من بعد رجعت من العطله يعني الاكثريه ديال التدخلات انت قلت شهد بهذا الناس تيناقشوا الافكار تيناقشوا معاك كنشكروا الناس اللي كيتفرجوا فينا وكنطلبوا منهم انهم يستمروا في دابا هذوك الناس اللي تيدافعوا على بانون في لي ميساج لا حب هذا شي واحد يعيط ويناقش معنا ويدافع ويناقشوا الافكار فكريا ما عندنا حتى مشكل حنا نناقشوا فكريا يعطينا لي زارغومون ديالو التعليل ديالو ونعطيو لي زارغومون ديالو نناقشوا والناس اللي تدافعوا على سيفوزي القجع في إقالة مرحبا الناس اللي ما متفقش معنا وتيصيفط يسبنا مرحبا حنا حللوا باش نناقش معنا مرحبا ناقشوا زعما يقولنا شنو هو التعليل اللي تيجعل بان بانون داكشي اللي دار ماشي معقول شتي أسامة انا اللي كنطلب من الجماهير ديال الفرق في المغرب كامل ان ما يتعماوش بلا باسيون لا باسيون مزيان ولكن خص المنطق في شي حوايج باش الفرقه تبقى ديما تزيد القدام ماشي ترجع للور. نعم شكرا جزيلا لسي بدر الغماري. غدا نفس التوقيت ان شاء الله مع مواضيع الساعه غدا نحلوا الملف ديال المنتخب الوطني المغربي بعد بداية البطولة يكون عندنا استوديو ونبدلو التوقيت نشوف التوقيت ديال الساعتين إما نخليو الجمهور لافتر في الليل أكثر على حسب شنو باغي الجمهور ولا نبقاو ندوزو بحال هكا ندوزو آخر كوميم أبيل. ألو وي تفضل خويا مرحبا سيدي حاول تغوت شوية باش يسمعوك الناس ما نسمعك دابا مزيان مرحبا كنشكرك وكنشكر الضيف اللي معاك شكرا بصراحة راكم كتخدموا بكل مصداقية دوز المهم دوزو على الدوسي ديال الرجاء ويمكن السيد اللي كان كيقدم قبل مني كيدوي على اللعابة حنا جمهور مغربي كلنا كنوليو مدربين كلنا كنوليو رؤساء عادي لا ماشي جمهور مغربي الجمهور بحال في العالم كله بحال
لا ماشي في العالم كله، انا نقول علاش هاد الناس اللي كيعيروا في الخليج وفي اكس وفي ايكغ وفي راحيمي العام اللي فات كانوا خدايا في كريبين بحالهم بزاف كيعيروا كيسبوا في الوالدين ولا غيرهم. لا كانوا خدايا ومن بعد ولا يجرون بيدور يجرون لعب واعر. لا هادشي عشتو، انا عشت الناس العقلاء دراجة واحد الساعة بغاو يجرو يمشي بحالو قبل من ديسمبر. هاد الناس كلهم راه كيفهم، انا ما نقولش انا كنفهم، ولكن حنا اللعاب كنتو الخير ديالو بن خالد راه بيه باش جبنا لاكاف ميو بيتر ديالو باش جبنا لاكاف ديالو ميو بيتر لاكاف اكزاكتومون. الماتش اللي تكاليفينا فيه الماتش اللي فات ديال الشامبيونز ليغ بن خالد سي فريمون ماركاش، ولكن راه دار كرون ماتش جاو لي دو بيتر جاو من عنده. يعني أنا بن بن حليم عنده مشكل إداري ديال تمديد العقد، ما نبقاوش ندوروا حول بن حليم. إلا حل هذا المشكل ما غيبقاوش المستوى ديالو غيتحسن، حيت دابا هو كيفكر في لاكارير ديالو أكثر من في الفريق. يعني من الأحسن أن فريق الرجاء يلقى معاه الحل باش الفرقة ما تعانيش من نقص ديالو. حنا كنعرفوا فالي جو ماروكان فاش كيكون عندهم مشاكل في لي كونطرا الله يحفظ العوار، راه ما كاين لا كوتش مونطال ما كاين حتى شي حاجه. وي سي غير ان بروبليم صغير كيتمشي، ولكن الجمهور راه خاصو يوقف جنب اللاعب، ماشي حنا نتسناو غير يغلط ويكيو عليه كاملين. متفق معاك في الاطار هذا القضيه، وخصك جميع الجماهير يديروا الاخلاق ديالهم قبل الاعصاب، حيت فاش كيكونوا الاعصاب قبل الاخلاق كيبدا يخرج الكلام الغير لائق والتصرفات الغير لائقه. اكزاكتومون. وانا معاك سي اسامه ولا الضيفي معاك، وعقلا على الهضره اللي غنقول لكم، من هنا ثلاثه اربعه الماتشات ولا في النص ديال لاسيزون، الا كان بن حليب مزيان ولا راح مزيان غيبان كل شيء كيعيط كل حنا كنمشيو للتيران باش نتفرجوا ديك جوج لعابه. ودونك علاش ما نديروش هادشي في الاول حيت راه ديبي سيزون هادي، نوقفوا جنب اللعاب وخليهم يزيدوا. شكرا خويا، شكرا 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 شكرا. ناخذ تمام. الو وي سيدي، اسم المدينه خويا؟ عبد الناصراتي. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اخويا. بغيت نتدخل معك في واحد القضيه ديال بدربانون، الله يجزيك بخير. مرحبا خويا. داك السيد هذاك جو كبير وعنده ميزات كبيره، انه يمشي بعيد في الميدان الكروي ديالو. تفضل. الو سي عبد الله كتسمعني؟ تسمعك بخير. كمل الهضره ديالك. الو مع كل الاسف قطع الخط ونهي الحلقه ديال اليوم. موعدنا يتجدد غدا في نفس الساعه 10 ليلا ومباشره، ودائما مع نفس الضيف ان شاء الله بدر الغماري. الى اللقاء بدر. الى اللقاء الى اللقاء مع السلامه.